وصفتنا اليوم بيتزا عائلية ولا أروع. نبدأ مكونات العجينة، وأنا هنا ضعفت الكمية عشان تطلع معايا صينيتين كبيرة. حطيت 8 أكواب من الدقيق، ملعقتين كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقتين كبيرة من السكر، ثلثين كوب من زيت الزيتون، وحطيت الملح، 3 أكواب من الموية الدافية، وبدأت أعجن وحطيت رشة من الأوريغانو. وبعد العجن نمسحها بشوية زيت زيتون ونخليها تتخمر. ونبدأ بتجهيز الصلصة. في القدر حطيت زيت زيتون، بصلة، وأربع فصوص من الثوم، 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. قلبتها على النار دقيقتين، حطيت تقريبا كيلو من الطماطم المعصورة، حطيت عليها رشة سكر عشان الحموضة ورشة ملح، وملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية، الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود، والكزبرة. نقلبهم على النار 10 دقائق تتسبك وتصير جاهزة. وهذه العجينة بعد ما تخمرت قسمتها إلى نصين، وأخذت نص وفردته بهذا الشكل، وخرمت العجينة بالشوكة عشان ما تنتفخ معانا زيادة. نزينها ونحشيها على حسب الرغبة وندخلها الفرن، وتصير معانا أحلى بيتزا جاهزة. والنص الثاني تقدروا تسووه بنفس الطريقة أو تشكلوه على حسب الرغبة. أنا سويته ميني بيتزا، شوفوا معايا كيف العجينة طرية ومرة لذيذة. أتمنى تجربوها وبألف عافية عليكم.